أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وهو في مكة في غار حراء، فكيف نجمع بين ذلك وبين كون اليهود ذهبوا إلى المدينة ينتظرون خروج النبي من بين النخل؟ وش التعارض بينهم؟ ما فين التعارض؟ لا تعارض بينهم. الرسول بعث في مكة، ولما ضايقه المشركون هاجر إلى المدينة، واليهود يجدون في الكتاب أن مهاجره يثرب، يعني المدينة، فجاءوا ينتظرون. نعم.